صباح النور، صباح الفل والياسمين. إن شاء الله يا ربي نهاركم من أسعد الأيام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسونيش في اللايك اللي شجعني ويحفزني باش نكون معاكم كل يوم، وما تنسونيش في الكومنتير المزين اللي كيفكم اللي بالحق يفرحني ويخليني نقرب منكم أكثر وأكثر. نحبكم برشا برشا برشا، وإن شاء الله يا ربي يخليكم ليا ويخليكم ديما معايا واقفين معايا في قناتي باش تزيد تكبر، وبطبيعة ما تكبر كان بيكم إن شاء الله يا ربي يفرحكم الناس الكل كيما مفرحيني. ما تنسونيش ملف اللايك اللي يفرحني، نعرف اللي برشا برشا قاعدين يتفرجوا، ما نعرفش علاش ما يحطوا ليش لايك. يعني كل فيديو نقول لكم ان شاء الله يا ربي ما تنسونيش الفيديو هذا. اليوم البنات اعطيت المسؤوليه لراجلي على اساس الحقيقه باش نرتاح. اللي عندي يمكن تو نهارين ولا ثلاث ايام ما نرقدش في الليل. اليوم في الصباح معناها يمكن من الاربع الخمسة هكاك بعد صلاة الفجر وكل قعدت نرتاح شوية، ومن بعد قمت للدار عملت لها تخميلة مسحتها، هما صغار راقدين وراجلي راقد وكل، وبنتي وقتها باش رقدت. قمت نظمت الدار، نظفتها، طيبت لهم الفطور، حضرت لهم ما لازمهم وكل شيء، وقلت لراجلي وقت اللي باش يقوموا الصغار تتلهي بيهم انتي وانا باش نمشي نرقد. خاطرني سعي يمكن عندي تو نهارين، خاطر راجلي يخدم هذاك، علاش ما نجمش نقوم في النهار على الاخر نهز في روحي بالسيف. سعي ما عادش نجم، لازم نرقد شويه باش نجم نقاوم الايامات الجايه. هذاك علاش قالي برا مشي انتي ارقد وخليني اني معاهم يسيرش ونشوف شنو باش نعمل معاهم. بالنسبه لسلمى يعني باش ترقد، خاطر ما رقدتش في الليل نهار كامل ترقد، وديجا نهارها ضيا رقدت ما شاء الله، يعني رقدت نهار كامل. يمكن اني تفقدتها كيف زيد فقدتها اني فزستها. مشيت ارتحت وكل قعد هو معاهم، الحقيقة اني في سبات عميق، لفقت بحس، لفقت برجل، لفقت بحتى شيء. كيف قمت تصدمت من الدنيا وما لقيتش الحقيقة منين نبداها، برغم لاني مسحتها كما قلت لكم، خملتها، خاصله معوني، طيبه فطوري ومركحه الدنيا كل على اساس كي باش نقوم باش نعمل جست قهوه ونقعد. لقيت البيت القاعده دي لقيتها خرجتها، راني قبل ما نرقد خرجتها الكل. هذاك علاش كما شفتوا مانيش مخرجه الجرادي نهز فيهم منه ومنه جست باش نمسح تحتهم. لقيتهم مدوا وقدوا مفتفتينو في البيت، مبزعين مي، مبزعين حليب، كما تعرفوا يعني بلي كل لم ديما تكون حارصة ان الدنيا تقعد نظيفة. الحقيقة اني من نوعية اللي موسوسة على الاخر، حتى كيف يلعبوا ديريكت نهز الحاجة، حتى كيف تفتوا حاجة ديريكت معناها نلمها وما نخليه حتى شيء. راجلي لالي راجلي مستسل على الاخر مع الصغار، ما يعني ما يهموش اصلا، انه المهم قاعدين يلعبوا وكاهو ما يهموش، يعني منظمة مش منظمة، ما يعرفش كيفاش الدار تكون منظمة ودار كيفاش تكون ماهيش منظمة. الحقيقة ما لا علاقة يعني راجلي بحكاية الدار والتنظيم وكل شيء. حاصلو لقيت فتفات متاع القدو، لقيت حليب، المي، مفزة الكوجينة تنوريها لكم من بعد حالتها، بيت البانو ما ماشيين جايين، واني ولدي زاد نحيلو في الكوش. أنس صغير معناه عنده جمعة كيك نحاول معاه، هو كان بديت له ما في حكاية تنحية الكوش، واني كملت معاه توا ثلاثة ايام. الحاصلو الدنيا كل ما توليت البيت البانو لقيتها دنيا حالة. اما قبل كل شيء نظمت البيت لقاعدة دي، واني هزيتهم للدوش باش ندوش لهم باش نرتاح عليهم يقيلوا ويرقدوا، خاطر راجلي مشي يرجع يخدم، وقعدت اني نكمل في الدار. عملت لهم دوش مسحقهم انه يدوشوا باش لبس لهم تو تبشهم لنس وسالم، وبعد نمشي لسلمى ونحطهم ونحطهم يرقدوا. صح الدوش انس بعيد عبش نلبس لك نكمل ندور بردين بردين نكمل نلبسنا متبشم ونكمل نشوف شنو يستنى فيها اخر. بعد ما لبسوا نمشط لهم ديما شعرهم، نحط لهم شويه زيت، مش ديما، بعد ما يشيح شويه نحط لهم زيت جوز الهند
بصوا شويه شكون مازال يتفكروا المشط هذايا المشط هذايا اللي نستعمله في صغاري ونستعمله زاد ليلي حس عشرة لا حتى شيء بصراحه ب 500 فرنك هو من اروع معناها المشاط قد ما شريت لهم مشاط وكل ما ساعدهم كيما ظل يحلهم شعرهم لحتى شيء وما يوجعهمش وحتى ليلي اني معناها مساعدني على عندهم هما مشط هذا خاص بيهم هما وعندي مشط انا ليلي اني كل واحد و هاتيني انا بارفان انا بارفان جي كل واحد نحي اللعب كل واحد يحط شوي مدي ديك كل واحد يحط شوي في دي اني دي دي اعمل فيه هيك في هني رقبة دي صحي دي 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 زوزو هاي اعمل في ديك الزوزة نس كاو هذي نستعمل فيها ليلهم والسلمى بالشيرين خاطر عندك جرح مش بك تحط في وجهك في رقبتك اذر انا عارف يعرف هاي رقبته هذي نستعمل هي لهم بالجليسيرين وبتبيع من غير الكول واصلا تبدقش عليها كريم تكف الكريمة شارة غادي هاي هزو كرهبكم مية هزو كرهبكم مية سلمى زادة دوشت باش نعملها تو البارفان تعملها انت يا نسترة عملها انت البارفان بشوية هني شوية مش في وجهها في هني هيك في البشرة مسالش خاطري صغيرة هكا هاو جحر بلاصتها هذيك وتو باش نعملها الكاميليا هو مكتوب عليه يعني ما فماش ما هوش معناها دواء متاع مرة اثنين ولا ثلاثة في النهار من ثلاثة لستة دوزات في الاربع وعشرين ساعة هما يبدأوا كيما يعني كل قطر استنى ما عادش كان واحدة محلولة ولي هوا عطيت لها يعني بكري كعبة باش نجمة ترقد وهذه الكعبة كيفاش تجي تتحط على الفم على استنى خاطي الطبيبة تتحط على الغب ونورمال عادي معناها كي تبلعها اما بصراحه تحفون يمكن كان مش هضمه سلمى اليوم ما ترقدش ياسر ياسر معناها ياسر مساعدين يساعدوا الصغار من احسن ما طلعوا نتاع السناء اي رجعوهم توا حسيلو وين ولادك يجتمعوا لا يوريكم رجع سلمى باش يعمل لها هو قصر باش يحلها باش يعمل لها هو تعرش كيفاش نعمل هانية يعطي نعمل هانية ديما الحقيقة نحاول صغاري اني نشاركهم في الروتين ولا في اي تنظيم ولا حاجة نحاول اني نشاركهم معايا ينظموا معايا يهزوا معايا نعرف باش يقولوا لي صغار ومازال بكري كل اماني الحقيقة عندي يعني عندي برشا ملي نحاول اني ندخلهم في الجو يعني نتنسهم شوية بالنظام وما فرتوليش برشا بصراحة حتى كي حاجة يعملوها ينظفوها اما بقية مثلا فتفات ولا حاجة يحاولوا انهم يغطيوا الكارثة كان فتفتوا ولا عملوا حاجة يحاولوا انهم يغطيوا اما الحقيقة مش كما اني باش نعمل ديما نحاول اني نشاركهم معايا كي في سلمى في حاجة يقربوا لي يهزوا لي في كي نحي كوش حاجة يهزوها ديريكت البوبيلة ينظموا معايا بيت القاعدة ديكا بريسكوما ينظموها ديما يعني يمكن بثلاثة بالاربع مرات تنظم هديكا ويتهز المعون للكوجينة ويعرفوا حاصيلوا شوية حاجاتك متاع تنظيم وكل ديما هني كي نلقاهم مكا قلقين ومعندهم ما يعملوا نحاول اني نعلمهم شوية فك النظام وكل انا داخلة في التربية الحقيقة ما نحبش نطلعها مدلولين حتى وكان عندي بنوتة وكل شيء كيف كيف بالنسبة لي كيما الولاد كيما البنات ان شاء الله بقدرة متاع ربي نطلعهم كيف كيف وعلى فرد ديد ان شاء الله كي نهار اخر يكبروا ويعرسوا تلقاهم يعاونوا في نسيهم ويد ايد بيد معناها ما نسيهم بالنسبة لي يعني مذبية معناها وما عنديش وما هيش عيب انه الراجل كي يعاون مرته
كملت من بعد دوشت لهم كما قلت لكم شاو رقدوا، وسلمى زادة فززتها دوشت لها كل ورجعت رقدت خديجة ناقصة نوم على الاخر. كملت تاني للبيت النوم من جاو لهني ظهر لي مازالوا ما رقدوش، حسروا نسيت بالضبط ما من بعد قيلوا كما قلت لكم راجلي رجع يخدم، قعد الصباح والعشية رجع يخدم، واني رجعت نكمل في الروتين بتاع الدار بالرغم هضايا الكل قاضيته كما شفتوا اني بدلت لهم في بيت النوم. هذاك علاش وليت نحيت الفرش ومسحتها وكل خاطر بيت الصغار حالتها، قلت خاطر سلمى وقاعده فيها وكل خليني نحلها مادام اني مش قاعده بيهم يعني في بيت النوم. حليتها ونظفت الفرشة متاعها وهزيت وحطيته في الشمس وكل، ومن بعد كيف كملت دوشت لهم رجعت فرشت لها بيتها ورقدت هي غادي، وكملت مسحت بقية البيوت وحكيت البيت البان وحكيت التواليت كما تعرفوا. بالنسبة للكوش متاع صغير برشا سألوني على كيفاش نحي الكوش للصغير، الحقيقة اني ما نجم نحي الكوش الا ما يبدأ الصغير يتكلم. يعني سالم نحيت له الكوش عمره 3 سنين، أنس ما شاء الله عليه يتكلم عمره توا عامين يتكلم خير من خوه سالم. يعني لقيت وقته أنه باش نحي له الكوش، أصلا ناوية أنه سني ندخله إن شاء الله بقدرة ربي في سبتمبر يدخل الروضة مع خوه، والروضة أصلا ما تقبلهولي إلا ما يكون منحي الكوش، وهو سبا معناها متعلم ومتعلم شوية من عند خوه وزيد فايق يعرف يتكلم ويعرف كل شيء. بالنسبة للصغير يقول لك وقتاش تنجم تنحي الكوش للبيبي، بالنسبة لي لأني كما قلت لكم لازم يكون يتكلم باش يفهم. البرشة اللي وجدت في عملت ريسيرش كبيرة قبل ما نحي الكوش لسالم، لقيت انه الصغير وقت اللي يولي يطلع في الدروج وحده وقتها تقول وقيت النجم نحي له الكوش، قبل ما يولي معناها قبل كان ما ينجمش يطلع للدروج راهو من مستحيل السبعة تنجموا تنحيوا لصغيركم الكوش. علاش؟ على خاطر تطليع الدروج مادام ينجم يتحكم في روحه ويطلع للدروج معناه عنده القوة وعنده التحكم في أعصابه. يعني هيك لقيت رشارش معناها برش عبيد حاطين نفس الكلام انه صغير اذا ينجم يطلع للدروج وحده معناها راهو ينجم يتحكم في أعصابه وينجم يتحكم في روحه، معناها في حكاية البيبي ينجم يصبر وينجم يشد روحه باش ما يعملش بيبي على روحه. ما عرفش كان فهمتوني ولا لي. يعني إذا صغيركم يمشي ويطلع في الدروج خاصة خاطر فما صغار تمشي ومتطلعش للدروج، إذا يطلع للدروج يعني تنجموا تبدأوا معاه في التجربة متاع تنحية الكوش. كما قلت لكم ان سالم عمره 3 سنين، الحقيقه سالم من نهار الاول اللي شريت له فيه القاعده راها عرفها ديريكت انه هي معناها باش نحي الكوش، ديريكت خلي نحي الكوش وبدي يستعمل فيها. صحيح لقيت صعوبه شويه هيك وكل، اما في 3 ايام ما شاء الله عليه عرف وفهم الحكايه. اما انس عنده جمعه ومازالك مقادي شويه ساعات كي يغفر على روحه، لازمني اني ديما نهزو للتواليت ولازمني اني ديما نذكره على حكايه البيبي، خاطر الفرق بين عمر راهو يفرق على الاخر في الفتره باش نجم تنحي الكوش لصغيرك. مش كيما واحد عمره عامين صغير مازال ما يفهمش برشا حاجات كيما واحد عمره 3 سنين. والحقيقة عجبتني انه يكون عمره 3 سنين خي يبدا فاهم على الاخر الحكاية. بالنسبة للكوجينة كم تشوفوا في الحالة تحكي وحدها معناها، جربي غاديكا ما عنديش برشا حاجات دوبا اللي فطروا خذاو معناها زادوا شربوا عصير ببروناتهم وكل شيء. بالنسبه للتيراز ده ما عنديش فيه برشا حاجات، هو امس سيقته نظيف. الكوجينة اليوم قررت وخذيت قرار اني باش نسكر الباب هذايا متاع البركون قبل كل شيء باش نسيق البركون، خاطر من بعد مش باش نجم نخرج له الا عن طريق الصالة.
على خاطر بصراحة الصغار يمشي ويجي وياسر، والمفتاح متاع الكوجينة هبايا ملقيتوش، ما نجمش نقفلوا عليهم. يهبطوا لي ساعات في القايلة، يهبطوا لي اللوطة لوسط الدار، يمشوا يلعبوا بالبساكل لعبة من كل خاطر اللوطة، لازمني نسكره. وزيد الحقيقة باش توسع عليا شوية الكوجينة، يعني الأكثر الحقيقة نحبه مسكر هذايا، خاطر نحس فيه يولي اللي يستسهل والصغار يدخلوا منه. هو مدخل متاع داري باب الصالة، معناه الأكثرية نستسهلوا على الأخر ندخلوا من الكوجينة، ونحس إنه قد ما نمسح وكل في ساعة تتهلك لي. ماذا بيا ديما نخليها على يدياني، خاطرين الكوجينة مندخلها كناني ومنحس فيها كناني ومدخلها حد حد. قلت خلي نسكروا الباب باش تكون زادة على الأخر، معناها على يدي مسكرة ما يجي ندخلها حد حد، خاطر آخر حاجة في الدار الكوجينة. بدلت الطاولة هذيك اللي حاطة فيها الفور، بدلتها وحطيتها في البلاصة هيك. ان شاء الله بقدرة ربي ناوي الباب هذاك باش نردو مارو، ولا نردو بلاصة الفريجيدير. يعني قبل الفريجيديري كان في البلاصة متاع الطاولة هذيك، لو حطيت الطاولة هيك كان فريجيديري، اما عدمني خاطر يمكن بحث الشمس ولا منعرف شنو صار بالضبط عدملي هذاك. علاش ما نجمش نحط فريجيدير غادي؟ خاطر برشا ناس قالوا لي علاش ما تحطوش غادي وتوسع على روحك. انا قلت لكم السبب على خاطر عدمني، يمكن قعد لي عامين غادي. بالنسبة للغسالة والفريجيدير ده من أكثر حاجات اللي يجيوني عليهم تعليق، علاش ما نعملش طاولة ليهم؟ لخاطر الحقيقة الغسالة هدية ناوية نبدلها، لخاطر 5 كيلو بركة ما شاء الله، عيلتي كبرت ما عادش تكفيني جملة، مانيش ناوية باش نكمل بها. هي الحقيقة ما قرب لهيش الخز، واني نحاول باللي نقدر بعد ما نكمل نمسح وإلا نصيق نعملها مسحة، ما نخليش الميم تاع الميم تاع تصيق يجي عليها ولا يقعد عليها باش تتخزز ولا حاجة. ديجا هاكم تشوفوا فيها لبس عليها وما تخزلي ما تخزت الجملة، اما ان شاء الله ربي يستر. وكما قلت لكم راني مش ناويه نكمل بها، ان شاء الله بقدره نتاع ربي كان ربي يسهل لي باش نبدلها 10 كيلو ولا ان شاء الله حتى اكثر، على خاطر ما عادش تكفيني بالكل. وليت كل ما نغسل تبش نغسل نتاع 3 نتاع 4 غسلات كل نهارين هكاك 3. والغساله باش نعملها انستالاسيون وكل شيء، باش نبنيها لها بلاصه خاصه لها هي، يعني زايده باش نعمل قد نطلع لها في طاله، واني ماشي باش نكمل بها في البلاصه هذيك، خاطر ماهيش بلاصه خاصه لجمله، لازمها بلاصه ولازمها بني خاص لها هي. ليتو بعد ما نكمل نصيق وبعد ما نكمل نمسح نعملها دوره ومسحه للجناب ومقدام، باش كان فما مي ولا حاجه ما تتخزليش. وبالنسبه للفريجيدير راه ماهوش محطوط على القاع، نجم نحركه خاطر لاصقه فيه طاوله فيها عجالي. الفريجيدير ماهوش محطوط على القاع، راه فيه عجالي جاني باعته وصيقت تحته وما تصورش. الفريجيدير ماهوش محطوط على القاع، وزاد كيف كيف الفريجيدير بعد ما نكمل نصيق الكوجينه نعمل له مسحه في الاجنبي باش ما يتخززليش. كما شفتوا فرغت البارتي هذيك كانت فيها الطاولة، وتحت الطاولة كانوا فيها برشة أصلة وبرشة تفشوا المونة متاعي كل حطتها تحت الطاولة، خاطر ما عنديش مارو. بدلتها بحذا الباب وهذه الكل وساعت لي، والحقيقة عجبتني على الأخر، وتمنيت أني عملتها عندي برشة، خاطر حكاية الباب حكاية فارغة مانيش قاعدة نستعمل فيه الحاجة مهمة. بالنسبه للبلكون نجم نخرجوا من الصاله، وداري نجم ندخلها من الصاله، اما احنا ديما نستسهلوا نمشيو ندخلوا من لهني. هذاك علاش سكرتو، لقيتها خير وكوجينتي باش توسع. تمنيت اني نجم نحط الفريجيدير في بلاصتها، ما نجمش. عملت لها حكه بالرغم ريتو هذايا الكل عملتوني، هاكم تشوفوا زيدا الكوجينه هذه الحقيقه اللي ورا الغساله كل ما عملتوش الصباح، اما لقيت البيوت وكل عاملتهم، وبرغم هكاك وطلعت فش وكل خاطر لعبوا الصغار كيما حبوا شتاولوا. Thank you.
اعطيني رايكم في الكوجينه ما خير هيك والا كيف ما كانت. اني درت لي باهي هيك حتى انها يمكن يعني ضيقت عليها شويه طاوله، اما باهي هيك نولي نقعد نحوس عليها باش نعمل عليها فطاير حاجه نلقاها بحذايا خير ما تبدا لهني هيك. وهني كانت كما شفتوا كان تحتها برشا اسطله متاع المونه وكل برشا حاجات لهني كانوا، حتى كي باش نمسح ولا حاجه نلقى صعوبه، حتى باش نصيغ نلقى صعوبه هيك. فاغ على الاخر ما عندي حتى شيء يعني باش نخاف عليه في المسحان ولا حاجه. والطاولة إذا غادي الكراسي نجم من نخرجهم البر ما خاطر شمس، ونجم نتحرك عادي يعني مهيش كل صغيرة برشا لهني، نجم نتحرك عادي. الفور وكل حطيتهم منا كل المونة بتاعي والوصلة بتاعي كل حطيتهم هيك من الجهة المنا. اول حاجه ما عادش عندي خروج دخول وخروج من بارتي هذه، معناها كوجينتي نجم ندخلها كان من الباب هذا، ما عادش نجم نخرج لها كونش عندها البورتفينيتر وكها. اني قبل كنت حاطه الفريجيدير كنت حاطته غادي، يعني هذيك كانت محطوطه بلاصه فريجيدير وكانت لهني فارغه على الاخر، اما الحقيقه فريجيدير تهلك وعدم لي كل هذاك علاش بدلت ورجعت للبلاصه لهني. هو كتغيير هنا الواحد هيك كي تبدا حاجه هيك مغيره اصلا النفسيه تحسها تتبدل شويه، هذاك علاش حبيت كان نبدل شويه في الكوزينه. وهيك نوصل بكم لاخر الفيديو، ان شاء الله يكون شجعكم شويه وحفزكم كيما العاده. ان ما بقى لي كان بشغلكم بسلامه، ونلقاكم في فيديو اخر. نحبكم برشا برشا وعلى خير.